كيجي هاد الاحتجاجات على جوج المسائل. المسألة الأولى هو المنظومة الصحية في خطر. المنظومة الصحية عندنا بالجهة تحتضر، ما يخفاش عليكم غير فمؤخرا نهار البارح أظن الإخوة جميع الأطباء الجراحين في أسفي توقفوا على إجراء العمليات والتشخيص نظرا لقلة الأطر من أطباء وممرضين وغيرهم. البنية البشرية ما بقاتش عندنا، ما كاين ممرضين، ما بقاو ما كاينين ولكن قليل قلالوا بزاف الندره ديال الممرضين ديال الاطباء وجميع المكونات ديال البنيه البشريه للمنظومه الصحيه. كذلك على البنيه الاستشفائيه مترهله، ما كاينش تجديد، ما كاينش مواكبه، عدد الاسره في 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 في, في غاديين كيتنقصوا بينما عدد الساكنه غادي تتزداد. والميزانيه اللي كتخص الوزاره الصحه كتشوفوا ما كتعداش واحد 5% بينما منظمه الصحه العالميه كتفرض انه تكون الميزانيه المخصصه لوزاره الصحه على الاقل ما بين 10 ل 12% من الميزانيه العامه للدوله. هنا كيبان بانه المسؤولين عندنا وزاره الصحه ما معنياش بقطاع الصحه، ما معطياش الاهميه اللي خصها تعطيها لقطاع الصحه كتعتبر قطاع غير منتج، بينما نحن ننتج صحه المواطن، ننتج التوازن داخل هذا المجتمع. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه كذلك نبقى في اطار نيت المنظومه الصحيه، كاين عاوتاني الفساد اللي تينخر هذه المنظومه، فساد بعض المسؤولين. دابا مؤخرا مندوب في هذه الجهه، مندوب في واحد الاقليم من هذه الاقاليم، صلح داره ب 12-13 مليون سنتيم، بينما احنا مراكز صحيه قايله للسقوط، وهو تيصوب داره ب 13 مليون، وخصو يصوبها من جيبه، ماشي من الميزانيه ديال ماشي من اموال دافعي الضرائب. والغريب في الامر هو انه الدي بي ار اف لا ديفيزيون ديال بلانيفيكاسيون ديال التخطيط والموارد البشريه خلصات هذاك الفورنيسور. كذلك السيد الوزير السابق سي الوردي كان اقتنى واحد الاسطول من السيارات، خصو الوحدات المتنقله، الساده المناديب خداو هذوك السيارات اللي هي موجهه ومخصه لوحدات التنقل وتيستعملوها هما دابا في التنقل ديالهم، بينما هما عندهم اون بريم تعويض على التنقل كل 6 شهور، 6 شهور الاولى من السنه كيعطيهم 12000 درهم وفي 6 شهور الثانيه كيعطيهم 10000 درهم، ما مجموعه 22000 درهم في السنه كتعويض على التنقل. ولكن هاد الناس كيهزوا السيارات اللي مخصصه للخدمات الصحيه المقدمه للشعب وكيستافدوا هما منها، والمازوت على ظهر وزاره الصحه على ظهر دافع الضرائب، زعما الحبه والبارود من دار القيد. هذا فساد نستنكره كنقابة مواطنه. ندوز للشق الثاني، انا قلت شي شويه، انا ما دخلت لكمش في الكاميرات اللي دابا حاليا في تجاوزين صارخ للقانون، كاين قانون تنظم الى بوتيت ديال الكاميرات، ديال الكاميرات تحبسوا بها انفاس الموظفين، بينما الكاميرات كنا كنتمناو تكون في المركز ديال الامراض النفسيه والعقليه باش نشوفوا على الاقل دوك المرضى مساكن واش كيقبطوا الدواء ديالهم، واش كياكلوا، واش كاين عنايه. مؤخرا انتحر مريض مسكين عقليا، انتحر في الليل، لو كنا درنا هاد الكاميرات نراقبوا بهم هاد المرضى ديالنا ما انتحوش في هاد المآسي. ناحيه ثانيه جميع الكونفدراليات اللي كتشوف هنا والكونفدراليين محاصرين في قطاع الصحة هنا بجهة مراكش أسفي، وحنا كنناضلوا لرفع هذا الحيف، وما غاديش نتفكوا وما غاديش نتخلاو على حق دستوري ديالنا، الفصل الثامن من الدستور المغربي كأسماء قانون في البلاد تعطينا الحق ديال التأثير وممارسة مهامنا. للأسف مازال عندنا ما يسمى في ديك في الرواية ديال جورج أورويل، الرواية 1984 والغرفة 101، للأسف باقي عندنا النماذج ديال المسيرين.